فيه أربع كرات خضراء راح تلعبها في بداية الجولة الثالثة. راح تختار وين راح تنزل من 1 إلى 7، وبالمقابل فيه أربع كرات حمراء راح تنزل من نفس المكان اللي لعبت منهم الكرات الخضراء، وفي بينهم 3 كور بيضاء. هذه 3 كور هي الأسئلة. إذا كانت الإجابة صح راح تصير خضراء، إذا كانت الإجابة خطأ راح تصير حمراء، ولونها يعتمد على إجابة علاوي. الدكتور جاهز؟ جاهزين؟ الوضع تمام؟ هذه المرة راح نختار كرة، راح تلعب كرة نشوف وين تنزل بعدين نلعب الثانية. تمام؟ الله يعطيك العافية. هلا والله. تقدر تفضل تلعب الكرة. حاضر. يا. أي رقم؟ 7 7 6 6 6 هذه المرة بتروح عن الخمسة بتروح للستة. محتاجة. أحمر ولا أخضر؟ هي باين عليها خضرة، احنا نحب الأخضر. الله الله. هاي لو السلام. الحين نشوف أول كرة في الجولة الثالثة وين راح تنزل؟ نزلوها. لا. أيوة صحيح صحيح أيوة أوكي. ثلاثمية. حلوين 50,000 ريال. حلو. وكذا صار رصيدكم على الجدار 226,612 ريال سعودي. صح كذا نتكلم. وهذه توها أول كرة، في باقي 3. يلعب الكرة الثانية إن شاء الله. رقم كم؟ 5 5 لازم تبدأ.